تعالى بقى ناخد تفاصيل اكتر. يلا. معنا دكتور محمد يلا. الامين، خلينا نعرف منه، رئيس اتحاد اليد طبعا. يعني يا دكتور اولا صباح الخير طبعا، ومعلش انا هقول مبروك برضو لان احنا في مركز حلو جدا، وكفايه ان احنا نظمنا بطوله زي دي، وفي نفس الوقت بتتكلم عن يعني بطوله العالم للكراسي المتحركه لكره اليد، حاجه جميله وحاجه فيها امل كتير جدا، وحاجه فيها اعاده زي ما بتقال كده، اعاده اعطاء الحياه وفرصه اخرى لفئه كبيره جدا من الناس اللي موجوده عندنا في مجتمعنا، اللي هي بالمناسبه يعني فئه كبيره وايجابيه، مش موجوده وخلاص على الهامش. خليني ابدا مع حضرتك بالنقطه دي. في الحقيقه هي فئه يعني هقول متميزه جدا جدا، عندهم من الحماس والعطاء بلا حدود، وعندهم الامل والتفاؤل بلا حدود. يعني موضوع اشتراكنا في بطوله العالم وتنظيم مصر ليها كان طبعا يعني الدافع الاول فيها والفضل الاول للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، وكانت ودي تاريخيا هي اول نسخه، اول بطوله عالم تتعمل بالظبط، يعني دي الاولى. وبعدين خدنا تنظيمها في مصر للسمعه الطيبه وللجهد المتواصل المبذول من القياده السياسيه في مصر في انها تمهد البنيه التحتيه لانشاءات رياضيه عظيمه جدا، تبقى يعني اقول ايه، يعني جميع الالعاب الرياضيه تقريبا كان لها مكانه وكان لها دور مصر في انها تنظمها. التعامل بقى مع فئه ذوي الهمم، ويعني تعامل خاص جدا. نتخيل مع بعض فرقه زي مثلا البرازيل، عندهم دوري في بلدهم وبقى لهم اكثر من 13 سنه في الدوري ده، عندهم اكثر من 300 لاعب متمرس ومتدرب. احنا من بالظبط 45 يوم شهر ونص بدانا نجمع من العاب مختلفه، وكان اقرب حاجه لنا الباسكت، لكن بدانا نجمع من ذوي الهمم في العاب مختلفه ونعمل لهم اختبارات وقياسات معينه، وانتقينا عدد منهم طبعا خلال مراحل معينه تم الفرز فيه لغايه ما توصلنا للنخبه او المجموعه الحاليه. هل تتخيلوا بقى، اولا هم دخلوا معسكر من بدايه التنظيم لغايه امس نهايه المباراه، ده كانوا في معسكر دائم، ما راحوش بيوتهم خالص، ما اتنقلوش من مكانهم. كانوا اساسيين بيلعبوا اساسا، يعني بنعمل وحدتين تدريبيتين. الطاقم اللي هو اخترناه وائل عبد العاطي ده للتدريب كره اليد، وكابتن ابراهيم نصر ابراهيم يونس ده كان في خاص بالعجله نفسها، تدريبات خاصه للعجله نفسها والتحرك يتميز بيها، يعمل مناورات بيها في الملعب. واشرفنا، وطبعا كان في كرم كاداري، ومعانا وماني كاخصائي علاج طبيعي، وحتى اسندنا في الاتحاد العمليه والاشراف للدكتور عادل ابراهيم، وتابعناهم عن كثب. يعني بدانا نتواجد، يعني معالي الوزير زارهم اكثر من مره، انا والدكتور حسن، واحنا حسن مصطفى شفناهم وتابعناهم بادائهم، ولاحظنا ان في تقدم يعني ملحوظ جدا ما بين يوم والتاني، بدافع الحماس وبدافع الاصرار على انهم يبداوا اللعبه ويتحكموا، ويعني كانوا في مرحله من 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 البدايه خالص لغايه المبتدئين، الى في 45 يوم حسينا بيهم فريق نستطيع ان احنا ننافس بيه. طيب دكتور خليني اروح مع حضرتك لكم نقطه بس مهمين. طبعا الاعداد اللي حضرتك بتتكلم عنه ده اعداد اكثر من رائع، يعني فكره ان احنا ما عندناش كان فتره طويله بنتكلم ان احنا في هذه اللعبه، التيم نفسه ما تكونش الا مؤخرا، الناس عندها بوتنشال حلو جدا، كل ده يعني بجد بنشهد بيه. وفي رياضات مختلفه كمان احنا بنقول دايما مصر بقل الامكانيات بتقدر تحقق حاجه انجازات كبيره جدا. خليني اروح مع حضرتك برضو الفكره هنا، ما هو قادم، وفي نفس الوقت الشباب دي او الابطال دول ازاي اصلا بعد كده بيتم رعايتهم؟ انا بتكلم كمان من الناحيه الماديه، لان مش كله هيبقى قادر ان هو برضو يصرف، واكيد في تمرينات واكيد في مصاريف. خلينا نروح للنقطه دي يا دكتور.
لا اولا بالنسبه للمستقبل، مستقبل اللعبه، احنا بنحتفظ باللاعبين، ودي رغبتهم الشخصيه ان احنا نكمل، ان احنا نتوسع، وده في بطوله عالم ثانيه في 11 في نوفمبر الجاي ان شاء الله، كويس. ممكن جدا ناخدها فيه، ومع شويه تعديلات ممكن تحت. بالنسبه للعائد المادي او ان احنا الحوافز الماديه، احنا الاتحاد كان يعني كان معاهم في كل لحظه وفي كل دقيقه بنعوضهم هذا الامر، طلعت لهم مكافآت فوريه مع كل مباراه، احنا ليهم جوائز ونواحي ماديه، يعني هي هم على فكره لما قلنا الكلام ده معاهم واحنا بنفتح معاهم الحديث، قالوا احنا بنلعب لمصر واحنا حلو عايزين حلو نلعب. حلو يا دكتور، بس معلش مع احترامي، كلنا في الاول وفي الاخر محتاجين عشان نلعب لمصر بالشكل الامثل ان انا يكون عندي من الامكانيات المتاحه اللي تقدر توصلني لده. يعني انا محتاجه تغذيه، محتاجه تمرين، محتاجه صرف، يعني ولا انا غلطانه؟ لا لا تمام، كل ده هيقوم بيه الاتحاد والوزاره. متغطي تماما يعني؟ متغطي تماما كويس. ومعمول حسابه تماما يعني، لكن انا عايز اكد ان احنا واحنا بنقدم لهم هذه الحوافز او هذا الدعم، هم قالوا ان احنا اللي في ذهننا بس ان احنا نرفع علم مصر، ان احنا نكون طبيعي على يا مستوى فندم، التمثيل يعني. طبيعي، رائع جدا. طيب هقول لحضرتك على حاجة عشان ما اطولش عليك، حابين جدا يبقى منورنا حد منهم، يا ريت هنا في 10 الصبح في الأهلي، أو حتى احنا نروح نعمل جولة عندهم ونتكلم معاهم ونشوف حتى الناس دي ازاي باصه للحياة، ازاي الناس دي عندها أمال، خطط للفترة اللي جاية في يعني في الرياضة دي تحديدا. لو حضرتك تسمح لنا ننسق ده مع الإعداد لا ننسق مع إن الإعداد واحنا شاء الله. هنقول لهم كل الأمور دي، واللقاء يكون إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله. شكرا ليك جدا وكل التوفيق عفوا ليكوا يا دكتور، الله شكرا لحضرتك.